يقول اللباس الأسود على وجه المرأة كغطاء ما حكمه؟ الأمر واجب أن تغطي المرأة وجهها بغطاء عن الرجال الأجانب بأي لون مما اعتاده النساء، أسود أو أحمر أو أخضر وغير ذلك مما اعتاده النساء. فليس لغطاء المرأة وجه لون معين، وإنما هذا بحسب عادة النساء في البلد. جزاكم الله خيرا. هل رؤية الأخ لزوجة أخيه حراما أم حلال؟ نعم، رؤية الأخ تعمد الرؤية، رؤية وجهها أو شيء من بدنها، هذا محرم لأنها أجنبية، حرام عليه، فلا يجوز له أن ينظر إلى وجهها أو إلى شيء من بدنها، لأنه لا علاقة له بها، لا بقرابة ولا بغير ذلك من أسباب المحرمية. مجرد كونها زوجة لأخيه لا يخرجها من كونها أجنبية منه. أما اعتاده بعض الناس من أن النساء يكشفن على أقارب الأزواج، هذا من العادات السيئة المحرمة. أما الشريعة فإنها تأمر بالحجاب عن أقارب الزوج وغيرهم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل وهو قريب الزوج، فقال الحمل موت، يعني أن خطره أشد والتحفظ منه أوجب وآثم. نعم، جزاكم الله خيرا.